إطار الحجر الصحي هو حالة الطوارئ اللي تتعرفها بلادنا. احنا في مدينة الحجب الملاحظة اللي يمكننا نديرو هو أن الناس تقريبا بنسبة أكثر ما يفوق 90% راهم محترمين هذا الإجراء المتخذ من طرف السلطات المعنية، والناس على وعي تام بخطورة الوضع. نعطي مثال ديالي أنايا، أسرة من 4 ديال الأفراد، الواحد اللي كيخرج مرة واحدة في النهار إلا للضرورة. هاد الخرجة هذه اللي دابا كندير معكم هاد المقابلة هذه، راني خارج باش كناخد شي شوية الخضيرة الموالين الدار وشي بعض المستلزمات اللي ضرورية. الحاجب لحد الآن ما سجل حتى شي حالة، نطلب الله يحد الباس ويهز هاد البلاء علينا وعلى البشرية جمعاء ويلطف بنا، ما شاء الله فعال. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والصبر والسلوان للناس اللي كيفقدوا الأقارب ديالهم وجلسوا في داركم، مسألة راه ماشي لعب. وبعد المتهورين واللي ما واخدينش لي سوج أو سيغيو، أديروا بالكم وراه المسألة ماشي لعب، وراك تشوفوا واش وقع في دول الجوار وفي إسبانيا وهذه، والله يحد الباس. السلام عليكم، تحية للناس ديال الأمن الحاجب، مدينة الحاجب. كنشكروهم على المجهود اللي كيديروا معانا والسهر اللي كيسهروا معانا. ما كيخليو حد يخرج إلا بالوثيقة. لا عندك الوثيقة تخرج، ما عندكش كتاخذ الإجراءات ديالك. أنا الإجراءات اللي دارو السلطات، الإجراءات في المحلة. الحمد لله، يعني خص المواطن يلتزم بهذه الاجراءات. ضروري المواطن اللي ما كانش عنده هذه الورقه هذه بلا ما يخرق القانون. الله يعطيك الصحه، شكرا جزيلا. لا خطك ماشي مشكل.